بسم الله يا ابو الابن وروح القدس لله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اهلا بكم اخواتنا الاحباء في حلقاتنا اسرتي ايقونه في الكنيسه. وبنعمه ربنا هناخد مجموعه حلقات كده بعنوان واحد اسمه ازواج واصدقاء. الصداقه شعور جميل ومبدا حلو في حياه الانسان، تقريبا ما يقدرش يعيش من غيره. كيف نكون في البيت في الاسره الواحده زوجين اصدقاء؟ الحقيقه اكتر اتنين مؤهلين انهم ينشئوا علاقه صداقه جميله ومفرحه ومثمره هما الزوجين، لان في بينهم عناصر مشتركه كتير. لان لو كانت هذه الفكره وهذا المبدا له اولويه عند الزوجين، لا تتصوروا مدى الفرح اللي هتكون في الأسرة، ومدى الثبات اللي هتكون في الأسرة، ومدى تجنب المشاكل اللي هتكون في الأسرة، ومدى الفرح بحياتهم وبأولادهم اللي هتكون في الأسرة عندما يكون الزوجين أصدقاء. والزوجين بمفهوم الصداقة متوفر جدا، لأن العلاقة اللي بينهم ممكن تكون فيها جميع أنواع عوامل الصداقة. اولا العلاقه الروحيه، احنا مؤمنين ايمان واحد في كنيسه واحده، بنصلي مع بعض، لينا ايمان واحد، لينا مبادئ روحيه واحده، لينا قياده كنسيه واحده، نستطيع اننا نعيش حياه روحيه مشتركه كزوجين بدرجه جميله جدا. فالعلاقه الروحيه بيننا موجوده. تاني عنصر ان العلاقه الزوجيه بيننا موجوده، بيسموها الفيزيكال انتيميسي. عارفين حتى تعبير شائع عند شبابنا يقول لك ده صاحبي الانتيم. كلمه انتيم دي جايه من انتيم، انتيمت يعني حميمه، صديقه عميقه، انتيمت ريليشن شيب يعني علاقه عميقه وعلاقه قويه وثابته قريبه جدا من بعض. ففي العلاقه الروحيه، في كمان العلاقه الزوجيه الفيزيكال انتيمتي اللي هي بتخلي الاثنين قريبين من بعض جدا، ودي طبعا يتميز بيها هذا النوع من الصداقه بين الزوجين، انهم يفرحوا بعض في العلاقه الزوجيه. ايضا العلاقه العاطفيه الايموشنال انتيميسي، كل واحد بيشبع مشاعر الثاني بشعور الحب وشعور الاهتمام وشعور الاقبال على الاخر وشعور التفضيل وشعور ان كل واحد اغلى حد عن الثاني، بيقدم له مشاعر باستمرار وبيعبر عن محبته ليه بلغات الحب المختلفة اللي كلنا عارفينها أو ممكن نبقى في مرة نتكلم عنها، فيها تقدير واهتمام مشترك. أيضا رابع عنصر في يساعد على أن يكون في صداقة حلوة بين الزوجين العشرة، العشرة الطويلة. وإحنا يمكن كمصريين موضوع العشرة ده مهم جدا. احيانا بنشوف اسر يمكن ما فيهاش محبه حقيقيه لكن في عشره، اتعودوا على بعض، فاهمين بعض، عارفين طباع بعض، عارفين امكانيات بعض. نحن نحتاج جدا ان يكون لنا علاقه صداقه بين كل زوجين، لان من اهم مبادئ الصداقه الحقيقه انها بتكمل الانسان. هقرا لكم كلمات الوحي المقدس من سفر الجامعة الإصحاح الرابع. بقف بكل مخافة قدام كلمات سليمان الحكيم لما يقول كده في الإصحاح الرابع من سفر الجامعة: ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، مفيش صداقة، وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينيه من الغنى. فلمن أتعب أنا، أتكلم بصوت الإنسان بلسان، لمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير، هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثاني ليقيمه. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهم دفء، أما الواحد فكيف يدفئ؟ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. يمكن إحنا أغلبنا حافظين الآية دي: اثنان خير من واحد والخيط المسلوس
انه لا ينقطع فعلا، لكن في وسطها تعبيرات من الوحي المقدس عن أهمية أن يكون كل إنسان يصدق. ونحن في الزواج المسيحي عندنا فرصة ذهبية وكبيرة جدا أن نقتني صداقة بين الزوجين، لأن الصداقة بتكمل الزوجين مع بعض. يعجبني قول جميل للقديس أغسطينوس يقول إيه ده؟ لا توجد صداقة حقيقية ما لم تجعلهما كوصلة تلحم النفوس. الصداقة تخلي النفوس ترمى بعض فتلتصق معا بالحب المنسكب في قلوبنا بالروح القدس. نحن يا احبائي مدعوين ان الزوجين يكونوا اصدقاء. الصداقة بتعطينا مفهوم العشرة والمصاحبة، فيصير الاثنين بينهم في تكامل. الانسان الوحيد ممكن نفسيته ما تكونش متكاملة في البناء. المصاحبة والعشرة بين صديقين بتعمل في كل واحد منهم نمو سليم للنفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية حيوان زي ما بيقولوا كده، كائن حي اجتماعي. نفتكر إن لما ربنا خلق آدم الإنسان الأول وحطه في جنة عدن قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فخلق له معينا نظيره وهي حواء وخلقها من جنبه. ويعني بشوف إن أجمل صداقة كانت بين آدم وحواء وهم عايشين في جنة عدن، ولكن فسدت هذه الصداقة طبعا بالخطية. لكن هذه الصورة الكتابية الموحى بها من الروح القدس تؤكد لنا أن الصداقة بين الزوجين بتكمل العلاقة بينهم. يمكن آدم كان عايش في الجنة ما عندوش هموم زينا، ما عندوش فواتير وما عندوش ضرائب وما عندوش مصاريف مدارس وما عندوش الهموم اللي هو بتاعت الحياة اليومية، لكن ومع هذا ربنا قال له أنت محتاج رفيق يكمل لك حياتك ويكمل لك نفسيتك، لأن التكامل في نفسية الإنسان بيأتي من التعامل مع الآخرين، بيقدم محبة وبياخذ أيضا محبة من الآخرين. مفهوم الصداقة بين الزوجين يا أحبائي يحتاج أننا نفهمه ونحاول نطبقه. ولو كان يعني في أسرة لم تنشأ فيها بعد صداقة بين الزوجين، ممكن يفكروا مع بعض كيف يكون بيننا صداقة تكمل المحبة اللي بيننا وتبنيها وتغذيها. وفي اللقاء الجاي نشوف إيه ثمار الصداقة اللي ممكن تكون في الأسرة المسيحية الحقيقية. وللهنا المجد الدائم أبديا أمين.